صوره ليه؟ صوره اهو. ليه يا اخي؟ كده ده غلط. لا غلط. بصور طب فين الراجل بيدي الفلوس؟ مين بيدي الفلوس؟ انا اللي بدي الفلوس. بيدي الفلوس صح؟ بيدي الفلوس صح عصريين بقى. اه مين هو؟ طب الكلام دي لحزب ايه؟ ما تعرفيش حاجه؟ عايز اعرف مين بقى؟ انتوا مش عارفين انتوا بتعملوا توكلات مين؟ الناس يا ابني اللي بتقول لي دول بتقول لي دول الناس الغلبه بيلاقوا ما بيصدقوا ولا فين يا امي؟ فين امي اللي بعتك؟ ما اعرفش حد يا ابني. روح 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 روح. فين اللي بعتك؟ ما فيش حد بعيد. دي واحده جايه زيها زي بقيه اللي واقفين. مين اللي بعتكم يا جدعان؟ يا مراد مين اللي انت مصور لي ليه؟ الحزب اللي مرضى ب 50 جنيه هترجع تاني الشعب المصري القذر يجري ورا ال 50 ورا ال 20 في الانتخابات وفي الاحزاب؟ دي عمرنا نعيش وسخين؟ عمرنا ما هننضف؟ شبابنا مات وناسنا مات وبنجري ورا 50 جنيه زي الكلاب زي الكلاب وعايزين معاد وعايزين كل واحد 500 جنيه على ايه؟ على ايه عاوزين؟ على ايه يا حبيبي؟ كفايه عليكم الاحزاب والقرف اللي انتوا فيه. انت ما مش انا رد عليا كده عشان عمرك رد عليا من التلفزيون ولا تروح الهيبه تاخد ترفع الريحه ده حين ها صعدوا البلد تاني صعدوا البلد تاني على ما وسخ البطاقه هاي لكن مش عارف طب يلا بس البطاقه والباص يلا ده سمسار اللي هو بيجيب الناس بيديها 50 جنيه بيدي 56 جنيه وهو بياخد 10 جنيه منهم مقابل ان هم يعملوا توكيل للحزب. طبعا لما الراجل زعلهم بتاع الموظف كله جري دلوقتي. ده الحزب بتاع شادي الغزالي حرب. حزب الوعي السياسي. حزب الوعي السياسي اسم الحزب حزب الوعي السياسي اهو حزب الوعي السياسي او حزب الوعي حزب سياسي مصري ممثلين شادي شادي اهو رقم قومي بتاع شادي ده رقم قومي بتاع شادي التوكيل فاضي التوكيل كله على بعضه وهنا اسم شادي اهو ورقم القومي بتاعه نتحدى ده شهر عقاري جيزة ونقطة التوصيل بتاع جيزة هو مش هو